المسألة نتاع التذاكر تكلمت حولها مطولا في اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والإجراءات ستتخذ إن شاء الله صارمة والتي لا تقبل أي جدال في الاجتماع المقبل يوم الاثنين 16 يناير على الساعة 3 بعد الزوال بحول الله، وغادي بيان سور نخبركم بكل القرارات بكل وضوح وبكل شفافية. والمبدأ واضح هو أنه اللي يعني تجاوز الأمور اللي من أجلها بذل المجهود لفائدة الجماهير المغربية غادي تصدر في حقه العقوبة المناسبة والضرورية.